بنتابع بفقراتنا وبنروح لنبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. صباح الخير. بونجور استاذ نبيل. بونجور بونجور، يعطيكم العافيه. انت كمان تفضل. بالنسبه للعمليات اللي بتفيها عناصر المديريه العامه للدفاع المدني، كان في 31 مهمه لاطفاء الحرائق مختلف المناطق البلدانيه، تنوع بين حرائق بالاحراش، منازل، مولدات كهرباء وكهرباء وسيارات. في مهمه واحده كانت للانقاذ و10 مهمات للاسعاف والتدخل بحوادث السير ونقل المرضى، وست مهمات للخدمات والسلامه العامه. ما كان مجموع 48 مهمه خلال 24 ساعه اللي مرقت، اكيد دائما بالاضافه للمهمات المستمره ضمن نطاق مرفق بيروت. بنتمنى للجميع الوقايه والسلامه، وينتبهوا لانه هلا صارت موضه تخزين لسوء الحظ تخزين المحروقات بالمنازل، خصوصا البنزين يلي هي مواد سريعه الاشتعال وعم بتسبب حرائق كل فتره وفتره. بيبقى انه رقم 125 للدفاع المدني موجود لتلقي هاي طلب للمساعده، وان شاء الله ما حدا يعوزه. عملية الإنقاذ مستمرة بنهر إبراهيم؟ أكيد بعدها مستمر. بعدها مستمر. شكرا لك نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني.